السنه دي على غير العاده شفناك في الريد كاربت بقى بتاع مهرجان الجونه. مش عارف غلطه تقريبا الدعوه جت لي غلط. الدعوه جت لي غلط. احكي لي بقى انت بتحب التواجد في التواجد في المهرجانات هو دي. هو بقى انا هقول لك حلوه قوي يا فاطمه ان انت سالتيني عشان الناس اولا انا مش شبه الناس اللي هم بيروحوا الريد كاربت اللي احنا عارفينهم. تمام. واللي انا قلت عليهم قبل كده انا راجل سينما راجل ممثل. المهرجان ده في حاجات تانية احنا مش شايفين منها غير الفستان والبدلة والريد. لا ده في ورش عمل مهمة جدا. في افلام, أفلام مهمة جدا لازم اتفرج عليها. في ندوات مهمة جدا. في تجمع انا واصحابي الفنانين وصناع السينما. دي حاجة رهيبة. وانا ما حققتش ده بس لو تكرموا وبعتوا لي تاني ده ان شاء الله باذن الله بقى يعني عملت فعاليات قليله المره اللي فاتت هعمل كل الفعاليات المره الجايه لو لينا عمر يعني. حاسس ان لسه الجمهور مقتصر في المهرجانات دي على الفستان والبدله ومين جه ومين ما جاش ومين شكلها طبعًا. احلى من التانيه طبعا طبعا ستيل عندنا لسه المشكله زيف. دي انا عايز اقول لك على حاجه والناس زعلت مني لما قلت كده. طبعا احنا اصحاب الحكايه مش الممثلين بس. انما انا اسف حد بتاع تيك توك انا اسف يجي المهرجان بتاعي نظري ليه؟ ده راجل مدير تصوير راجل مخرج راجل منتج راجل ممثل ست ممثله مونتيره كده نقعد والشباب ونتعلم ونشوف وبتاع. انما بقى بعيد عننا بقى كل الناس حاجه والراجل ممثل حاجه. وطبعا احنا وما زعلوا مني ما انا بقوله وانا اللي استرعى انتباهي انا مصري قبل ما اكون ممثل طبعا. اي حد اشوف انا ما اعرفوش انا ما اعرفوش ده ما جاش لان المهرجان فعلا للعاملين للوطن العربي. لا احنا بدون تحيز وبدون كده احنا اصحاب هذا الفن واصحاب هذه الحضاره. احنا اول ناس عملنا مسرح سنه 1800 وحاجه ما كانش حد قبلنا. احنا مصر اللي عملت يعني مصر هي العاصمه طبعا بتاعت الفن العربي. انا لو شفت حد في التلفزيون على الريد كاربت وانا ما عرفتهاش او ما عرفتوش ده حاجه غريبه. لا يعني لا ده جسم غريب. انا كمصري مش احمد فتحي الممثل يعني بالبلدي كده ما ينفعش ان المهرجانات تبقى معموله للناس اللي هي عامله شغل على السوشيال ميديا. يبقى للناس اللي عامله اعمال هم الناس اتفرجت عليها. ما للاسف انا يعني يحز في نفسي اقول كده ولكن هي دي الحقيقه. انما اصل الحكايه مش كده. صح اصل الحكايه مش لصناع العمل نفسه او الاعمال نفسها اللي بنتفرج عليه طبعا.